بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنقدم عيب في كاتل، بس عيب غريب شويه. يعني الكاتل دوت المفروض ان هو بيشتغل وبيفصل على غليان الميه، ده بيشتغل ويفصل على غليان الميه وما ردش تاني الا لما الكاتل كله يبرد بدرجه يعني زي ما بدأ في الاول. فده طبعا مشكله، ان الكاتل يعني المفروض ان اول ما ببدأ افضي الميه اللي فيها استعمله واشتغل عليه تاني. فهنشوف دلوقتي المشكلة يعني موجودة في مكان هنقدر نشرحها ونوصلها وتبقى ايه استفدنا يعني من العطل اللي كان موجود فيه. طبعا الكاتل هو يشتغل معانا، كده الكاتل فصل. المفروض بعد يعني بتاع حوالي مثلا دقيقة أو أقل من دقيقة، ممكن بعد ما استعمل المية دي أحط مية واستعمله يشتغل معايا. ده ما بيحصلش كده، لازم يستنى لما يفصل، لما التبريد بتاعه هنا الجسم كله دوت يبرد خالص يبدأ يشتغل. ده في خلل في الجزء اللي هو في الكاتل نفسه، القعدة اللي هو متثبت، الجزء التاني بتاع القعدة. هنشوف مع بعض كده نقدر نغلب عليها ازاي. فك طبعا القعده هنا، طبعا الجزء دوت استبدل بجزء قديم. بس طبعا ده فيه مشكله، فيه خلل، فيه بيحس بالحراره عن طريق الهيتر بتاعه او المكان بتاع التسخين، فما بي ما بيجي ما بيجي يرد ما بيردش تاني. طبعا انا عندنا هنا الجزء اهو، ده اللي فيه الخزفه ديت، درق حساس بيتمدد مع الحراره طبعا وبيعمل الفصل. المفروض ان انا هنا دلوقتي اقوم تاني كده، تمام، الجزء اللي هو فيه الابلاتين اللي هو فيه الخزفه ده تنيته بحيث ان هو ما يحسش بالحراره بسهوله ويبدا يشتغل معايا مده اطول. واضح هنا في الصوره؟ طبعا انا تنيت جزء اهو عشان خاطر يعمل التلامس بتاعه وما يحسش بالحراره ينفصل ما يشتغلش تاني. نخليه كده يشتغل على المفتاح اللي هو الحساس اللي فوق هنا. هنبدأ نجرب تاني.
تاني. طبعا المفتاح المفروض يفصل دلوقتي هنا، تمام كده فصل على الحرارة بتاعة الغليان بتاعته، وننتظر مثلا نص دقيقة ونجرب تاني. العطل هنا كان بيحصل انه كان بيغلي وما يشتغلش نهائي الا لما يبدأ الجسم نفسه بالجزء اللي هو الحساس اللي تحت هنا يبرد خالص يبدأ يشتغل معانا. طبعا كده المفروض اول ما بس الحرارة تخف منه هنبدأ نستعمله تاني. نجرب كمان مرة كده، لا اشتغل تاني ولسه الحرارة زي ما هي، يعني يا دوبك هو بس ايه بيفصل على الغليان. طبعا هيفصل تاني دلوقتي المفروض.